عبر أكثر من 500 حاج قطري إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي مع السعودية منذ يوم الخميس الماضي لتأدية شعائر الحج. ويأتي تزايد أعداد الحجاج الداخلين برا إلى السعودية بعد أن رفضت السلطات القطرية السماح لطائرات سعودية بنقلهم من مطار الدوحة. ومن المنتظر استمرار توافد الحجاج القطريين على المنفذ الحدودي. وكان سمو الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قد كشف بعد لقائه الملك سلمان في طنجة عن تسهيلات سعودية جديدة للقطريين، مشيرا إلى أن الملك وافق على تخصيص غرفة عمليات بطاقم سعودي تتولى شؤون القطريين حجاجا وغير حجاج تحت إشراف سمو الشيخ عبد الله آل ثاني. وسبق هذا الإجراء العديد من الخطوات لتوفير الراحة للحجاج القطريين منذ دخولهم إلى الأراضي السعودية وحتى مغادرتها بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.